بالنسبه لنا مبدئيا نعتبره كانوا ماناش معنيين، ولكن على كل حال انا كنت من العازين ما كنتش من الفاسدين. رئاسة الجمهورية ما عنديش انا كاد لك كانت فما ما يكفي من الوقت فسل لك راني ما عنديش. العباد ورايهم طلعوا امح ورجوا كده ولفوا، لكن الفقر منين جاي؟ جاي من الكركير متاع تواس. هاني انا نقولها لك، ماهوش خدام اغلبيته. ارحم والدين ولدي. اوكي كيما تتذكر وقت صار الكوفيد انا قلت الحمد لله، معناها كي صارت المرضى ذي انا الحقيقه طلبت من السيد رئيس الحكومه كون يكلفني، ما كلفنيش كلفت روحي مريقل. اما راني مش غايتي ارضاء تواس. يا مثلا المفسد اللي نعرفهم انا مش عارفهم تواس الكل. فصدمة صدمة كبيرة، صدمة تاريخية، صدمة كبيرة يا ولد قلبه يا كيان.